بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن أهمية الممرضات في الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل عند المرأة الحامل. طبعا المرأة الحامل تحتاج إلى ممرضة حاصلة على ترخيص مزاولة التوليد المتخصصة والحاصلة على ترخيص لمزاولة المهنة في هذا المهنة المتخصصة، ويعني التي تحتاج إلى خبرة كبيرة جدا. طبعا هم غالبا حاصلون على تدريبات لتقديم الرعاية قبل وأثناء فترة الحمل. تعتبر الممرضة اختيار جيد للسيدات الغير معرضات لحمل خطير أثناء الحمل أو أثناء الولادة. وأيضا تحصل الممرضة على تدريبات في التمريض وإجراءات التوليد، وتتواجد في العديد من المستشفيات ومراكز التوليد. ويجب على الممرضة أن تكون حاصلة على خبرة في توليد الأطفال في المنازل أيضا، كما يجب أن يكون لديها خطة بديلة في حالة حدوث مضاعفات أثناء الولادة عند المرأة الحامل. هذه الخبرات تحتاج إلى عناية وتركيز من قبل الممرضة، واهتمام كبير جدا على المرأة الحامل. وأيضا ننصحكم باختيار المستشفى التي يقدم رعاية صحية كبيرة جدا للسيدات، التي يعني حاملين مثلا بطفل واحد أو بأكثر من جنين، وبالذات يعني تزيد الحالة عند النساء التي يعني يحملون بتوائم. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.